انا عايزه ابدا مشروعي، اعمل ايه؟ رحمه، هو قبل، هي في بتبقى خطوة قبل أبدأ مشروعي، يعني حتة إن الست ساعات بتيجي عليها وقت فعلا بتختار إن هي تبدأ مشروعها عشان حاجات، أسباب مادية مثلا، أو حاجة اللي هو يلا نعمل حاجة بس أنا مش عارفة إيه هي، والكلام ده كله عشان تبدأ فعلا صح وتكمل صح. من وجهة نظري طبعا هو القصص بتختلف من شخص لشخص ومن حالة لحالة، بس أنا شايفة إن هي تعرف نفسها هي الأول، هي بتحب إيه، هي تهتم بنفسها، تحب نفسها الأول فعلا حقيقي، مش كلام تنمية صحيح بشرية. صحيح. بس الشخص لما يبقى هو مقدر نفسه وعارف فعلا قدراته انتوا في وعارف ان الحياة، هو بالظبط، يعني دي حاجه ان انا، لا انا يعني بشوف فعلا بنات كتير قوي جميله، حتى يعني كجمال بجد جميله، بس مش حاسه ان هي جميله، مش واثقه في نفسها والكلام ده، ف مش عارفه مين اللي بيضحك. لا بجد يعني، فان هي تحب نفسها دي الخطوه الاولانيه، ان هي طبعا تقرب من نفسها، ان هي تخرج مع نفسها، وان هي حتى متجوزه او مش متجوزه، الحياه اكبر، او يعني تطبطب على نفسها، بالظبط بالظبط. تطبطب على نفسها. فدي الخطوه الاولانيه اللي هتتوصلها بقى ان هي تعرف لا انا بحب ايه او ما بحبش ايه، او على الاقل ما بحبش ايه. جربي يعني، جربي حاجات كتيره وتعلمي حاجات كتيره، حتى لو حاجات مالهاش اي علاقه ببعض، حتى لو سنك مهما يكن، يعني سنك ايه، يعني كنا لسه بنقول ان البدايات لحد متأخرة دايما، بالظبط يعني من 14 سنه ولا من اقل من 14 سنه موجودين عندنا لحد 60 سنه واكتر. عندنا سيدة فيديو رائع، يعني يمكن في يوم ما أعرضه الحقيقة لسيدة عندها 85 سنة لسه بتعلم الناس يوجا. جميلة جميلة. طيب بس رؤى برضو أزود حاجة اتفضلي. بسيطة على طول، هو زي ما قلنا الإيفنت بتاع هي تقدر ده اللي هو يوم 8 مارس إن شاء الله، هيبقى في حرم الجامعة الأمريكية القديم، الحرم اليوناني ده، يعني مفيد حقيقي. يعني أنت هتيجي تتعرفي، لو أنت مش عارفة بالذات في الخطوة الأولانية لو أنت عايز تعملي إيه أو كده، كمية الناس اللي هتبقى محاضرة ومجالات مختلفة، وهيجوا يتكلموا عن قصص فشلهم مش قصص نجاحهم، يعني ده طيب الحاجة انا الخاصة. علشان انا أكيد هنوه عن شي كان، بس أكيد. رؤى لازم تقولي عشان احنا وقتنا بيخلص. هما حاجتين، تاخد وتدي، يعني الله، قد ما بتاخد، مش لازم قد ما بتدي، بس هي كل ما هتفضل تدي، هي اولا انا يعني هاخد من كلام رحمة وابني عليه حتة انها تجرب، انها ما تخافش تجرب، ما تخافش انها عادي لو مش مرتاحة في الشغل ده تستقيل وتجرب حاجة تانية. حلوة النصيحة جربت دي، حاجة بفكر تانية. اعملها. يا نهار، قولوا عليا ايه في الحلقة. بعد ما تجرب مثلا مش عاجبها الوضع، يعني ما تفضلش على الوضع اللي فيه، ما تقبلش بالوضع اللي هي فيه، وما تخافش من هي تجرب بغض النظر عن كل اللي حواليها بيدعمها او مش بيدعمها، هي بس تاخد الخطوة وتجرب. بعد ما تجرب تدي الخبرة من تجربتها، فهيجي لها اكتر، وهكذا. مبسوطة بيكم، ما بقول يا رب يديم نظرة التحدي والأمل اللي في عينيكم دي، اوعوا تتنازلوا عنها، اوعوا هنحاول حد يحبطكم، اوعوا بنحاول اوعوا بنعافر. اطلاقا. الحياة مش هتبقى سهلة قدامكم، اوعوا تفتكروا يعني الأحلام كده بتبقى لا لطيفة. خالص، يعني سعيدة بيكم، احنا سعداء. رحمة عرفة، رؤى أحمد، ورانيا المؤسسة، وكل أصحابكم والمؤسسين معاكم، انتوا بتدوني الأمل إن الحياة الحقيقة يعني لسه الاغاني ممكنه، على راي محمد منير. تسلمولي، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب، حلو ان الحقيقه يوم من ايام السنه يتختم بالشباب اللي زيكم. تسلمولي، شكرا. مش هقول حاجه غير والنبي قعدوا اولادكم جنبكم علشان هم اصحاب بكره، احنا اصحاب امبارح وجزء من النهارده، وربما ربما نكون مع اصحاب بكره شويه، لكن اصحاب بكره دول طول الوقت لازم يقعدوا جنبنا واحنا سايقين، وبعد شويه نقعد احنا جنبهم وهم سايقين علشان ما ياخدوش العربيه ويلبسوا في الحيطه. والنبي رساله للكل، اباء ومسؤولين، دوله واسر، يا رب دايما تكونوا بخير.